السلام عليكم، بخير. معكم هشام، صالونات مغربيه العظيمه هشام في الانستغرام. كما تشوفوا هذا الصالون هذا ان شاء الله باذن الله غنعطيكم لي ديتاي ديالو. حنا كاينين دابا حاليا في مدينه كاليفورنيا، جنان كاليفورنيا. هاد الناس تكلف ليهم بالصالون بالايل بالمسائل كامله. كما تشوفوا هنا، كما تشوفوا الرشمه ديال هاد العود هادي، مرحبا بكم. هنا الرشمه ديال العود درنا فيها هذيك الزواقه هكا منقوشه، وجينا الكوطي ديالو كله درنا فيه هذه النقشه هذه هكا بالباتيناج. باتيناج هو هذا اللون الكحل واللون دوري. هنا رشمه درناها روميه بلديه، شفتوا هذه الرشمه كما تشوفوا معايا باليد، وحاولنا ناخذوا الفاز ديالها 18 سنتيم هو هذا العلو ديال العود هذا، وحاولنا ناخذوا الرشمه اللي هي غارقه في الطرزه. شفتوا هنا كما تشوفوا معايا لي سوندري ثلاثه ديال الرجلين تما منقوشين بالليطر، شي حاجه بروميير شوا، ودرنا الدجاجه اللي بالفيمي على حساب من بعد ما يكون داك التفرتيت ولا شي حاجه ما تيبانش. الا كان الدجاج الابيض تيبين الوسخ من بعد في الطبله ولا في لي سوندري. هنا كما تشوفوا معايا هاد ديبار هذا درناه مطلسي مطروش، شي حاجه ديال بنشريف. هنا حاولنا ناخذ الخديه ديالها موديرن كلها روميه، وجينا هنا خدينا الديبار كله بالري اللي هو بلدي، وحاولنا نخدمنا هذا اللي هو ايني، وخدمناه هكا مطلسي. شفتوا ايني سامبل ايني، وخدمناه هكا بالصم مطلسي، الصم حر ما تيبيض ما والو. فاس ديال الخديه كما تشوفوا درنا نص موتيف والنص ايني، وحاولنا دخلنا في هذا اللون الثاني اللي هو غوز باش نخرجوه شويه، ما يجيناش اللون في اللون حيت العود دوري والخدا ديال الارضيه ديالهم دوري، وحاولنا ما امكن نديروه هكا بهاد اللون غوز باش يخرجوا. هنا كما تشوفوا معايا الفرماجه خدمناها بهذا الري هذا اللي خدمنا به ديبار. هنا المخده ديال الفرماجه خدمناها كلها ورده، شفتوا مرحبا بكم والف مرحبا عند هشام. هنا كما تشوفوا معايا الدوره ديال الطلميطه كلها مطلسي، وهنا جينا الفاس الثاني درناه كله ورده. ها انتم كما تشوفوا هاد السداري هذا فيه اربعه ديال المخاد، درنا ديبار بالري وخدمنا فيه الفاس كله موتيف، والنص الظهر الثاني نص نص. هنا خدمنا لي كاري كما تشوفوا معايا، كاريه كلها خدمناها اللي هكا بالكوردون صم، شفتوا. وهنا خدمنا هاد الدوبل نسال في عوض الدوبل نسال اللي ولينا اللي كانوا تيديروا، درناه بالكوردون، وخدينا الكاريه التاليه ديالهم كلها ايني فيغو. جينا الراس ديال الطلميطه درناها كوردون في الطابيه ديالها في البديه باش تعطي داك المنظر ديالها. هنا هاد الكاريه اللي هي غوز خدمنا فيها هاد لي بومبون كما تشوفوا كلهم حرير، كاين عندنا الصم مطروز في الطلامط، وخدمنا هادوك حرير. وهنا كما تشوفوا السداري الوسطاني كله درناه مطلسي، ما خدمنا فيه لا باندا لا والو، والخديه ديالو تا هو كلها ورده، النص ديالها نص 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 ايني النص كله ري. وهنا كما تشوفوا لي كالدو في الغوز، ديك الساعه اللي بغيتي تتبدل تدير الفيغ او حيت هذا اللون هذا فيغ او. هنا حاولنا ناخذوا السطور كما تشوفوا بانوا الديكوراتيف ديالو هما هادو اللي هكا بالاستراس بهاد الشوشه هادي، حاولنا ناخذوا السطور كله ارضيه ديالو دوري في هذا الموتيف اللي عندنا في المخده هنايا، كاين عندنا في السطور خدمنا الارضيه ديالو دوري هو هاد لي بون دوري وبالباج باش يخرج لنا الفيغ او. شفتوا مرحبا بكم والف مرحبا عند صالونات مغربيه عند هشام. دخلوا عندنا للصالونات المغربيه في اليوتيوب وتابوناو، راه غتلقى الجديد وديما يوصلكم الجديد. هنا الصالون جا اي كما تشوفوا معايا ما شاء الله. هنا كما تشوفوا خدمنا هاد ال هكا بالمطلسي بهاد الكوردون هذا هو مطلسي، شفتوا. وهنا خدمنا الطلميطه كلها سيباري، الطلميطه سامبل والفاز ديالو سامبل بالكوطي ديالو سامبل. هنا كما تشوفوا معايا هذا الصالون هذا اللي في كاليفورنيا خدمنا تا لابياج، ها هو لابياج ديالو. هنا غادا تكون التلفازه بالرخامه ديالها، ولابياج درناه ماسيف نوايي، شفتوا نفس اللون النوايي، ما درناش داك لابياج العادي. مرحبا بكم والف مرحبا، ديروا معنا دويره في هذا الصالون هذا، تابونا معنا في صالونات مغربيه. كما تشوفوا التريه شي حاجه كريستال حتى هي تكلفنا بها، ها انتم كلها كريستال بروميير شوا، شفتوا هاد الكريستال ما تيكحل ما تيبيض ما والو، تيبقى نفس اللون ديالو. من بعد ما تطول التريه عندك يمكن لك غير تمسحها بواحد بحال الزيت وراها تتولي بريو ديالها 100%. هنا كما تشوفوا معايا هاد الصالون هذا فيه بودرات خارجين هنايا، حنا حاولنا ناخذوا الفرماجه سيباري باش تدخل هكا، ما درناش الفرماجه من بعد ديالها شفتوها. وهنا هاد الفرماجه ما درناش فيها الدجاجه حيت الناس غيستعملوا هاد الكوان فرماجه. ها انتم مرحبا بكم
الف مرحبا. بالنسبه لهاد الناس هادو كما تشوفوا تكلفنا لهم بالعود بالماطلة بالخياطه. الماطلة راه تنخدموا شي حاجه اللي هي 33 بلا بياس اروند 33 هو لا كاليتي السميه ديال لا كاليتي ولا بياس وداك البونج الازرق وتنخدموا البيكي توب. من بعد ملي تبغي تصبنوا ولا شنو تيبان لكم داكشي تخيشيك. مرحبا بكم والف مرحبا وتابعونا معنا في صالونات مغربيه عند هشام ونتمنى لكم الخير وتابعوا معنا وغنحطوا لكم الجديد ان شاء الله هالسيمانه كامله. يلا بسلام عليكم ومرحبا بكم والف مرحبا.